المتحدث الثاني معنا هو الدكتور سيف الدين علي مهدي، ودكتور سيف الدين حاصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد كلية الدراسات الاجتماعية والاقتصادية جامعة جوبا، والماجستير في العلوم في الاقتصاد الزراعي من جامعة الخرطوم، والدبلوم العالي في الدراسات الانمائية، والبكالوريوس في الاقتصاد من كلية الدراسات الاجتماعية، ويشغل حاليا وكيل كلية إدارة الأعمال بجامعة الحدود بمنطقة الحدود الشمالية. وسوف يتحدث عن موضوع هام أيضا، وهو أمن الحدود ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فليتفضل. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. التحية في البدء لمعالي الفريق عواد وأركان حربه وكافة منسوبي حرس الحدود لهذه الجهود المخلصة والمستمرة، وأقول مستمرة لأنني قد شاركت من قبل في مناسبة مرور 100 عام على حرس الحدود بالرياض، وها أنا متحدث اليوم في الندوة الدولية. ويكفي حرس الحدود فخراً بأن مديره طيلة هذه الأيام حضوراً صباحاً ومساء. نتحدث في هذه الورقة عن أمن الحدود كبوابة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وملخص هذه الورقة تهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر أمن وسلامة الحدود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، وتحديد الخطر الذي قد يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي نتيجة لأي ضعف في أمن وسلامة الحدود. ومشكلة الدراسة تناولت المهددات الأمنية العابرة للحدود، ومن أهمها على الإطلاق المخدرات التي تستهدف الشرائح الفاعلة في المجتمع، وهم شريحة الشباب. ونحن نتحدث عن التنمية، نأخذ عنا نبذة قليلة، فهي عملية تهدف إلى إيجاد تغيير في المجتمع من الحالة الآنية إلى حالة أخرى تكون أكثر تقدماً وقبولاً، وهو مجموعة من الإجراءات المتداخلة، وينتقل بها أو ننتقل بها من نمط بسيط إلى أنماط أكثر تعقيداً، ويتم تطبيقها بشكل منهجي وخطط مدروسة، إلا أن هنالك معوقات كثيرة للتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وهذه المهددات لكثرتها يصعب حصرها في هذه الورقة المختصرة. مشكلة الدراسة: تنوعت المهددات الأمنية العابرة للحدود في العصر الراهن، وأصبحت تشكل خطراً متزايداً ودائماً، وأصبحت سلاحاً موجه للشرائح الفاعلة في المجتمع، وهم الشباب الذين يمثلون عصب البناء الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. أما الإرهاب فقد بات يشكل هاجساً أمنياً مخيفاً، ويمكن وصفه فعلاً بطاعون العصر الذي تترتب عليه آثاراً سالبة تضعف من الاستقرار السياسي، وطالما الاستقرار السياسي أصبح ضعيف يكون الأداء الاقتصادي ضعيف، وتكون التنمية الاجتماعية ضعيفة. وسؤالنا الرئيس في هذه الدراسة: ما انعكاسات أمن وسلامة الحدود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع؟ وقد تعاهدنا أننا نختصر في الزمن أو في الوقت، وسوف أكون عند هذا العهد إن شاء الله سيد الرئيس. ويتضح من جملة ما تقدم من دراسات حوتها هذه الدراسة أنه هنالك دراسات عميقة تعلقت بموضوع هذه الورقة، وتشير كلها إلى تنوع ما يمكن أن يفضي إليه أمن وسلامة الحدود من أدوار مختلفة وانعكاسات متعددة على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي. إذا غاب أمن الحدود غابت كثير من هذه الأشياء التي نتحدث عنها، وخاصة التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. نصل مباشرة أو ندلف إلى التحليل وأهم النتائج والتوصيات.
تشير الدراسات التي تم عرضها للاهتمام الكبير الذي حظي به أمن الحدود لما يترتب عليه من سلسلة أحداث بدءاً بالاستقرار الأمني الذي يقود بدوره للاستقرار السياسي والسيادة الوطنية انتهاءً بالرفاهية الاقتصادية والأمن الاجتماعي. وعادة ما تصل الدول إلى هذه الغايات كنتيجة حتمية للتنمية الاقتصادية المستدامة التي لها ارتباط مباشر بدائرة الاستقرار الأمني والسياسي، وذيل أيضاً يتعلق يا جماعة بأمن الحدود. وكثير من هذه الدراسات أمنت على التهديدات الكبيرة للتجار بالبشر والمخدرات ومكافحة الإرهاب، وهذه السلسلة التي تحدث عنها الكثير من الزملاء والزميلات. كما اهتمت هذه الدراسات بمفهوم تكامل المناطق الحدودية والاندماج الحدودي، خاصة ذلك المصحوب بالابتكار ورأس المال الأجنبي، والذي يساعد على الأمن الاقتصادي والأمن الوطني عن طريق الاستثمارات العابرة للحدود. وفي هذا الإطار يلعب التعاون الاقتصادي بين دول الجوار دورا مهما ويعزز أمن الحدود، والذي يقود بدوره إلى استقرار وأمن اجتماعي. وفي هذه النقطة بالذات هنالك فرصة خاصة للمملكة العربية السعودية لتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل الاقتصادي وخاصة الحدودي بين دول الجوار، خاصة وأن المملكة تطل أو تحادد 8 دول شرقا وغربا شمالا وجنوبا. ويجب التأكيد على أن مثل هذه المفاهيم المتعلقة بأمن الحدود تمثل لب القضية الاقتصادية وأمن المجتمع في عدة نقاط. وكما هو معلوم للاقتصاديين فإن الاستقرار الأمني والسياسي دور مهم في إحداث التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، لما يمثله من ضمان لاستمرار تدفق رأس المال والاستثمارات الأجنبية الباحثة عن المجتمعات ذات الملاذ الآمن، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالنسبة لرأس المال الوطني وعدم هروبه للخارج. بالنسبة لنا إحنا في الاقتصاد يا جماعة، الدولة التي ينعدم فيها الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي هي دولة طاردة للاستثمارات الاقتصادية. ويمكن معلومة المزألة معروفة بالنسبة لنا، خاصة بعد الربيع العربي كثير من الدول العربية فرط منا مثل هذه الاستثمارات. أما النقطة الأخرى التي لا تقل أهمية عن سابقتها فتتمثل في مكافحة التهريب بأشكاله المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالمخدرات، والتي تستهدف قلنا شريحة عنصر العمل، وعنصر العمل بيمثل لنا الفئة القادرة على العمل، وهي الفئة اللي بنعول عليها فئة الشباب. وعندنا نحن 5-4 عناصر للإنتاج: عنصر العمل، وعنصر الأرض، وعنصر رأس المال، وعنصر التنظيم. ولكن أهم هذه العناصر على الإطلاق هو عنصر العمل، لأنه هو الإنسان الذي يحرك بقية هذه العناصر. والمخدرات يا جماعة، أنا أخذت هذه الشريحة فقط حتى أدلل على خطورة أمر المخدرات لكافة دولنا وهذه المضبوطات. أنا لا أشير هنا للأرقام، ولكن لأؤكد أن المملكة العربية السعودية تخترق من كافة الاتجاهات شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً. والسؤال المهم الذي يطرح نفسه: لماذا كل هذه المحاولات الكثيرة والمتعددة ومن كافة الاتجاهات لاختراق الحدود السعودية لإغراقها بالمخدرات؟ سؤال يجب أن نقف عنده طويل جدا. والإجابة المباشرة عن هذا السؤال يمكن اختصارها في سعي العديد من الجهات والدول في إجهاض التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد الذي يمثل قبلة لمليار و600 شخص يتجهون نحو المملكة العربية السعودية 5 مرات في اليوم. ما في دولة ثانية يا جماعة الناس بيقبلوا على ذلك كده. فلابد أن نعي لهذه النقاط المهمة، وذلك يمثل للتقليل من النفوذ السياسي والأمني الإقليمي والدولي الذي تمثل السعودية في الاقتصاد والسياسة العالمية. أما الإرهاب الذي أصبح يمثل طاعون العصر وقد فرض نفسه بشكل كبير في كل القمم يا جماعة الاقتصادية، أصبح النقاش الأول أو البند الأول للمناقشة الإرهاب.
وختاما يجب التنبيه إلى ما أفرزته ثورة التكنولوجيا والاتصالات من ممارسات حياتية معاصرة تعدد أمن الحدود الوقت المتبقي خمس دقائق جدا كثيرة يا سعادة وزادت معه الحاجة لتعزيز وتطوير الأمن المعلوماتي بشكل يساعد على الحفاظ على مقدرات الوطن الاقتصادية وموروثاته وقيمه الاجتماعية وفي هذا الجانب يكون من الضروري الاهتمام والتركيز على الاستفادة من تكنولوجيا العصر كرافد اقتصادي مهم وضروري وعدم الاكتفاء بفتح الأسواق الوطنية كأسواق استهلاكية لشرور تكنولوجيا الاتصالات وهناك فجوة رقمية على الصعيدين الدولي والوطني عبر المناطق وعبر المستويات الاجتماعية وأن هذه الفجوة الرقمية لها آثار خطيرة على التنمية الاجتماعية وفي الأعوام الأخيرة أصبحت المعرفة طبعاً أساساً في الإنتاج لما للمضمون المعرفي من قيم عالية ويكفينا أن نأخذ المثال هذا اللي هو في عام 2012 لكن صدر في 2015 حيث بلغت قيمة التجارة بالسلع والخدمات والمشتقات المالية الكثيفة المضمون المعرفي 13 تريليون دولار مسجل نمواً تجاوز سرعته 1.3 مرة سرعة التجارة بالسلع الكثيفة للاستخدام لليد العاملة إن خلاصة هذا التحليل تشير إلى أن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الإنسان أن إحنا كدولة بنستهدف الإنسان ولكن في المقابل أن كل التهديدات الأمنية العابرة للحدود الوطنية مخدرات وأسلحة وديار أيضاً تستهدف الإنسان كما أن الإنفاق على الاستثمارات ورعاية المصالح المتبادلة بين الدول وخاصة دول الجوار تعتبر حصيناً للأمن الوطني لحرص كل دولة من هذه الدول على هذا النوع من المصالح الأمنية والاقتصادية وعدم التفريط فيه ورعايته بشكل متزايد ومستمر الأمر الذي يفضي لحدود آمنة وعوائد اقتصادية ويجب الاعتراف بأن المنظور التقليدي للأمن قد عجز عن التعامل مع قضايا الحدود المعاصرة إذ أن التهديد في معظم الأحيان غير مرئي أو واضح كما أن القوة العسكرية لا تصلح كأداة لمواجهة تلك الأنماط من التهديد ولم يصبح بمقدور دولة واحدة تحقيق أمنها منفردة فلم تمنع قوة القوة النووية للاتحاد السوفيتي والتي كانت تكفي لتدمير العالم 10 مرات من تهاويه أهم النتائج 1 يمثل أمن الحدود النقطة الرئيسة التي تنطلق منها سلسلة من الثوابت الوطنية المهمة والمتمثلة في الاستقرار الأمني الذي يقود بدوره الاستقرار السياسي 2 الاهتمام بالاستثمارات العابرة للحدود فالتعاون الاقتصادي خاصة بين دول الجوار يلعب دورا محوريا في تأمين الحدود وفي الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي هناك استهداف واضح لشريحة الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية وبناء الأمة وأصبحت الحاجة ملحة وضرورية لمكافحة الأنشطة والتهديدات التي تستهدف هذه الوقت المتاح تقريبا انتهى طيب أنا أدخل لك بس في توصيات التوصية الأولى زيادة الاهتمام بأمن الحدود تأمين حدود الدولة من خلال زيادة التعاون الاقتصادي المشترك لدول الجوار وتعميق المصالح رفع الوعي لدى الشباب بخطورة تعاطي المخدرات من خلال كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني خاصة الجامعات والمدارس وتشجيع المبادرات والبحوث في هذا الخصوص مع تعظيم الحوافز المساعدة لمكافحة المخدرات وضرورة التأكيد على أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمع وليس جهة أو جهات معنية أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته